منطقة سلمان ومراسي البحرين اللي جاء في تقرير دور الرقابة المالية 2017-2018. خلي يردون حق الأسباب. وين الاستثمارات؟ جبرات جبرات. شي دخل الشركة اللي متعاقدين وياها مساوية جبرات وليس مصانع. المفروض هذه تكون مصانع تعود بالنفع على مملكة البحرين وتوظف وتخلق فرص. لكن وزارة التجارة والصناعة اخلقت 100 فرصة من 2000 ل 2023. خلي يذكر لي الفرص اللي ذكروها. ما في لا خلق فرص ولا استثمارات. تعقيد في الإجراءات معالي الرئيس. وين أنا أجيب المستثمرين؟ وشلون أحط هالدول والمملكة العربية السعودية المستثنيها؟ أنا أطلب من رئيس اللجنة أن يسحب هذا المرسوم وياخذ ضمانات على خلنا في البر. خلي البحر يا معالي الرئيس. شكرا. البر احنا مو بملحقين. لا في بنية تحتية. المصانع كلها تشتغل على مولدات كهربائية معالي الرئيس. ولا يوجد كهرباء. شوارع عدلة في سترة رح طالع في المصانع ما في. سالتك واضح. طالع المحلات طالع الشاحنات اللي تروح من سترة للحد. شوف الازعاج اللي يسوونه معالي الرئيس، شوف التلوث اللي موجود، شوف الامراض اللي صارت معالي الرئيس، لا في دراسات ولا في اجراءات تحد من هذه معالي الرئيس. همني جدا قضيه انه قال منطقه سلمان الصناعيه على جنريترات. ودك تروح نطلع الحين نطلع انا وانت نروح المنطقه الصناعيه نشوفها. طال عمرك بنيه تحتيه متكامله منذ ان انشئت المنطقه الصناعيه، وانا ولد الحد والمنطقه حذاي ما بيني وبينها الا 5 كيلو. منطقة متكاملة بكل الخدمات والبنية التحتية الكاملة للصناعة. عندنا بلد نفخر بين رأس حكومته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، نفخر بأن هذه الوزارة لديها خطط ولديها استراتيجيات ولديها مبادرات من أجل تنشيط ليس القطاع الصناعي فقط ولكن جميع الأنشطة المطلوبة لاستقطاب رأس المال الخارجي والعمل في البحرين ومشاركة البحرين لأشقائها سواء في مجلس التعاون أو الدول العربية من خلال الشراكات أو غير هذه الشراكات حتى.